السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ارك جي اي اس اونلاين، ودي حاجة ظريفة جدا ان انت تقدر تستفاد وتشوف حاجات 3D على الخرايط. يعني خلينا نشوف اوبن ستريت ماب 3D بيلدينج، ودي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها الصراحة، لان اوبن ستريت ماب هي اوبن سورس وناس كتير شغالة فيها، وتقدر تحصل على كمية داتا قوية جدا مجانية. والحمد لله اشتغلت فترة طويلة في اوبن ستريت ماب ايجيبت وقطر وحاجات السعودية، فدي من اهم الحاجات الخاصة بالعمل الجماعي. فيظهر عندك الميدان هو بالشكل دوت، وتقدر تلف حواليه وتقدر تقيد وتطفي الليارات لو انت حابب. الأشجار ثلاثية الأبعاد خليها رياليستيك بالشكل دوت، وممكن تقول له عايز ليجنت عشان تشوف الرموز، تقدر ان انت تستوعبها بشكل أفضل. هنا شكل الخريطة في أنواع كتير جدا جدا، ده مثلا بلو برينت اوبن ستريت ماب، طيب في ايه تاني؟ عندنا رابط اديتور، وده خاص بالذكاء الاصطناعي، بيبدأ يتعرف على شكل المباني وشكل الشوارع من خلال الذكاء الاصطناعي، وده نقدر نقول ان هو هدية الفيسبوك للمجتمع الاوبن سورس. زي ما انت شايف تقدر ان انت اي حاجة متعلم عليها تقدر ان انت توافق او تعترض عليها، وتقدر ان انت ترسم من خلال 3 بوستات جدا، البوينت واللاين والاريا. الحمد لله اشتغلنا يمكن في 10 أماكن في مصر أو أكتر. خلينا نعمل زوم مثلا، دي بعض الأماكن اللي احنا رسمناها اهيت، كل ده مرسوم في اوبن ستريت ماب ايجيبت، ده من 13 رمضان. كل اللي عليك تقول له اريا وتبدأ ترسم اريا او لاين وترسم الطريق. بس لما تقول له لاين يبدأ بقى يجيب لك اقتراحات ان انت ترسم رود او كذا، وتبدأ انت تطور. الجزء الخاص بالرابط بيبقى في اماكن كده لسه انت متعملتش، فهو يبدأ يقترح عليك الاماكن اللي لسه مخلصتش، تقدر ان انت تختارها وتضيف الخريطة. يعني بتكون ورسم حدود وانت بس بتعمل سيلكت وتضيفها، تمام؟ بس هي ممكن تكونش موجودة معانا في الخريطة دلوقتي، يعني تقريبا اغلب المدينة مرسومة. ده مش شغلي لوحدي، ده شغل تطوعي لناس كتيرة جدا، حتى في ناس كتيرة من بره مصر، اغلبهم من افريقيا. ودي فكرة العمل التطوعي، ودي تكنولوجيا برضو جميلة اسمها World Imagery Wayback، تقدر ان انت تشوف شكل المكان كان عامل ازاي في 2016 مثلا، ده 2014، تمام؟ وبعد كده في 2017 ايه التطور اللي حصل، في 2022 وهكذا، تبدأ تشوف التطور اللي حصل في المدينة خلال فترة من الزمن. هنا ممكن نختار مثلا 2014، وهنا نختار 2022، ونبدأ نشوف ايه المدن اللي اتبنت خلال الفترة ديت، تمام؟